تفضل يوم تهريها بالعافية. الله يعافيك. قليلة لأمك إذا ما عجبتها الشقفة برجع لها إياها، المحل وصاحبه تحت أمرك أنت والماما. إسلام. يسلموا إيديكي. الله معك، مع السلامة يوم. دير بالك على عيونك يا أبو عادل. لا تخاف علي يا أبو عبيد، يوم عن يوم عبق ونظري يا خيو. آخ آخ. ولي خانوم. تقبل الله يا ابني. بروك بدي اياك كلمتين بروك. تفضل. ايه ابني شوف لله، اذا بدك تتجوز انا مستعد اخطب لك. ها اتجوز؟ ومنين خطر لك الخاطر؟ هيك حاسس. لا مالي فكر. امك ملاحظة عليك انك معصب هالكام يوم. ايه نعم معصب. من ايش لك يا ابني من ايش؟ افتح لي قلبك انا ابوك افتح. كل هالشغل مو عاجبني. محلك هون في سوق النسوان وعم تبعت امي تخطب لك، ما بعرف ايش كمان. ايش فيها شي غلط؟ على سنة الله ورسوله. صرت بضحك قدام رفقاتي. يا بابا كل اللي عم تساويه حرام، كفر. هلا هيك بدك تحكي مع ابوك؟ ابوي على راسي وعيني. بس انت كمان يا بابا لازم تقدر وضعي. كل هالشغل كفر في كفر. استغفر الله العظيم. استغفر ربك وبيع الدكان وروح افتح محل في سوق تاني غير سوق النسوان. لك يا ابني يا عادل، هذا رزقنا نحن، رزقتنا من النسوان. والنسوان ايش همها؟ همها تاخذ مصرات مرجيله تجي تشتري فيها؟ لا ايش بدك اعلى من هيك؟ انت لازم تستغفر ربك ليل نهار حتى الله يغفر لك ذنوبك. على كل حال انا كل ما صليت بدعي لربي الله يهديك. السيد منير احمرت عينه منك من يوم قصة السندات، يعني هلا اتوقع يفتحوا معك معركة هو والسيد كمال. خليهم يجربوا، اساسا انا هاد اللي بدي اياه. بس يا مراد انا خايف هالشي ياثر على شغلنا الجديد، قصدي على المعمل. لا تخاف، مكانة السيد كمال خلص تزعزعت، واذا حاول يعمل اي شيء انا رح اواجهه. بعدين اول شغلة رح نعملها رح نخربط له جهازته، هي وحده بدها تحرق له اعصابه. ايه وانت ما انك ناوي تتجوز؟ ايش صار بحبك الرومانسي؟ اخ يا نعيم اخ، انا مو حابب وبس، انا غرقان لاداني. طيب يا اخي اذا البنت عجبتك ليش ما بتتقدم لها؟ المشكله انه ما بعرف عنها اي شيء. لكن كيف حبيتها؟ من بعيد لبعيد، بنشوف بعض، نبتسم لبعض، بنأشر لبعض. تعرف يا نعيم لما بشوفها بحس انه قلبي رح يطير. انت فرجيني اياها وانا بجيب لك كل اخبارها. ايش الحكي؟ هاتي عنك. الله يعطيك العافية يا بنتي. الله يعافيك. الله يعافيك يا عم. يلا تفضلوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل عمو تفضل. كلي كلي انت بنتي كلي. الاكل قدامي خير الله كتير. ما بصير اشتهيت لك اياها. الله يرضى عليك يا بنتي. مرتك ما في مثلها يا محمود. لكان كل النسوان مثل بعضهم؟ الله يعرف عمرها اللي في بالي. خلاص منها لك عمو، خلاص منها وخليني اتجوزك على كيفي وحدة احسن مني بمئة مرة. الله يخلصني منها. طلقها يبلية. ايش صار بنت حاج عبد القادر؟ كني ما اعطوك جواب؟ هي كمان شايفة حالة، ايش بدك منها؟ هلكم؟ ما عاد بدي اياها. ما بدك هالناس. انت بس قول. بنت خالي صبحية ما في مثلها، انت بس شوفها. خلاص خلاص. ما بقى اسأل عن سعاد ابدا. يوب صبحية بنت خالها ما اشبه شيء. بس اقول لك الصراحة، بنت خالي صبحية ما بتجي على درة. بدك الاول تطلق حماتي، وقبل ما تحكي ولا كلمة بفرجيك اياها، بعزمها لعندي وبخليك تشوفها، ايش رأيك؟ ايش علي؟ تفرج، فرجة ببلاش. لا شوف لا شوف. ايش ولا تشوف؟ ما حاج اللي عم تعمله فيك؟ هي عيشة هي؟ إلا معلق ولا مطلق؟ طلقها وخليني اجوزك بنت خالي صبحيه.
ذاتي انت ما ناقصك شيء، اشتريت بيت تاني وفرشته، ايه ما ناقصك غير وحده صبيه ترجع لك شبابك. ايه ما بدها تفكير، انزل بكره على المحكمه وطلقها. يا مسكين يا عمي، ليش شفتي بهالدنيا محل؟ استغفر الله العظيم، قال مرة قال. بكره بتشوف شلون صبحيه بدها تدللك وتحطك على راسها. شلوني انا؟ انت ما في مثلك يا بنتي والنعم. اسا هي احسن مني بميت طاق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو محمود. شلونك يا حجي؟ إن شاء الله ماشي الحال. سيدي ماشي الحال. يا سيدي إيش قررتوا؟ على إيش؟ القرب منكم. يا أبو محمود يعني إيش بدي أقول لك؟ لا تقول، أنا جاي مخصوص عشان أقول لك انسى الموضوع. إيه؟ إي نعم، على كل حال نحن أخوة وأنا بحبك وبحترمك. ولا تحسبني زعلان، اوعها. اعوذ بالله. بعدين يعني جازي اسمه نصيب. ليش؟ ليش صالحته؟ انت ام محمود؟ اعوذ بالله، هي مرة ما بتنحوى. قررت اطلقها. لا لا يا ام محمود، ابغض الحلال. صحيح صحيح صحيح. يعني اذا ما في وفق، ايش بده يسوي الواحد؟ يقتل حاله؟ الى هالدرجة؟ اي نعم. يلا بستأذن، السلام عليكم. يلا مع السلامة. استريح. شكرا. أهلين وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما سمعت؟ لا والله ما سمعت. هانت عليك، قال انسحب الحج محمد المعركة. قصدك؟ نعم سيدي. لك منو قال لك؟ قال راح لعند الحج عبد القادر وبلغه انه ما بقى يفكر بالموضوع. هي خلصنا من واحد تاني. يا عيني عليك يا ابو عبيد، لك البشارة والله. وهلا فرجينا همتك بقى. خيو لازم اروق اشقشق على الحج عبد القادر، ايش رايك؟ عين العقل. مرقني. تفضل. دير لي بالك على الدكان. ها يا على عيني. الله يعطيك العافيه يا ابني. وين الغله؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، شغل بركه. السلام عليكم عمي الحجي. وعليكم السلام. اهلا ابو عادل. طمني شلونكم، شلون اهل البيت؟ الحمد لله. حجي ايش صار معك وليش قررتوا؟ يا ابو عادل ايش تريد اقول لك؟ البنت عم بتفكر ولسه ما عطت الجواب. لك يا حجي ما بدها كل التفكير. لك يا حجي كتر التفكير بوجع راس الواحد. خلص حددوا موعد كتب الكتاب وتوكلوا على الله. يا ابو عادل ليش الجازة هيك بتصير؟ لك يعني قصدي حجي لا تطولوها، ما بدها كل الطولة. الله عليم شد بعزكن. لكن ما عم بصدق امتى توافقوا لحتى تهدي نفسي. هدي نفسك وطول بالك. انا خيرت البنت واخوها حكى معها، خليها تفكر على مهلها. أخوه حكى معه؟ نعم سيدي. الله يخلي لك، الله يخلي لك يا أبو أحمد. سأل ابني عادل شو بوصي عليه. من يومين قلت له عادل دير بالك على أحمد. أه أتخلي حدا يزعجه بالمدرسة. بعرف بعرف يا حجي، ما بصير هيك. كمان أنت احكي لك شي كلمتين معه، يعني إذا سمعت رأيك تطمن أكتر. تقول ها هاي أبوي عم بنصحني بأبو عادل وهي أخوي عم بنصحني بأبو عادل. بتفكر بسرعة وبتقرر أوام. إيه بسيطة بسيطة. ليش أخبار السيد كمال؟ لسه ما شفته. ما رحت سلمت عليه؟ مشغول يا حجي لفوق راسي. إيه ما معك حق. والله لازم. سامحونا. استريح. دا أروح حجي، الدكانة ما فيها حدا. السلام عليكم. مع السلامة. على راسي يا حجي. السلام عليكم.
الحمد لله خلصنا منه. نعم ما في شيء. سلامتك. الحمد لله خلصت منه. يا ما ألف الحمد لله. محاسبة حالة ما في غيرها في هالدنيا واللي عليها من بين النسوان. خلص عمو خلص، تركينا من سيرتها. إلا أجوزك يا عمو على إيدي جازة ما شافت. الصبحية ما في مثله. خطبت صار 100 مرة بس أنا اللي عم بقلها استني شوي وعمي ما في مثله. صحيح الصبحية صبرت كتير بس بدها تفطر عسل. إيش رأيك بقى أعزمها لعندي وتشوفها؟ إيش عليه؟ عزميها. عزميها عزمية. ليش الصبر أكتر من هيك؟ هيو خلصت من هديك. الله لا يفرجيك وتجي مرة تانية. الحمد لله خلصنا منها على سلامي، ما بقى لها عندي شيء. دفعت لها مؤخرة في المحكمة. دفعت لها مؤخرة؟ إن شاء الله المبلغ مو كبير. شلون مو كبير؟ 500 ورقة. إن شاء الله ما بتتهنى فيهم يا حق. خروف 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 خروف. وين أخت يا رجل؟ طلعتني؟ خلصت مني؟ أنا بفرجيك ذاتي الحق مو عليك لأنه أنت ما بتفهم. الحق كله على ابنك ومرته، هن اللي عم بشوك على كيفه. ولك روحي من هون، بابا بدي إياكي. انقلعي خلص طلعتك. ايش بدك مني ها؟ ما بعلك حق عندي، ما اخرك وما عدت لك اياه. ما اخري يا سرسري؟ ايه انا بفرجيك. بعد شوي بس. لا خسرها بقى انت، وانت طولي بالك شوي. طلقني؟ طيب وهالولاد مين بده يطعميهم ويكسيهم؟ بخلان علينا وصاير كريم على كنته؟ قولك اسكتي بقى، حاجة فضايح اسكتي. ايه انا وراك والزمن طويل، بتشوف اذا ما بفضحك. يا ام محمود بالهداوة، كل شيء بصير بالهداوة. تفضل شوف. نزل على المحكمة وطلقني، قال بعت لي مأخري 500 ورقة. شوف البخيل شوف. قيمي علي دعوة. تقوم قيامتك إن شاء الله. لك يا خيو يا خيو، ما في وفق بيناتنا، ما في وفق. طول عمرا نتقتل. إيه حاجة بقى حاجة، أنا مليت من أخلاقك النسة. شوف شو إيش عندك. شوف خلاص بقى. ايش بقى عم ترفع ايدك؟ ايش صار لك انت؟ لك خدها على قد عقلها شوي. ايش بهاك؟ يخرب دياره وثناره. ولك طلعتها وما اخلص منها. ولك طول عمرك ما رح تخلص مني. بتشوف ما سوت عيشتك يا سرسري. انا بفرجيك. ولك ضيعت عمري معه ومع اولاده. ولا تاركني اياهم مالوع. ولك وين اروح بحالي؟ وين اروح بحالي؟ يا محمود افهمي علي، الطلاق وقع، خلينا هلا نحكي بقصة النفقة. روحي على البيت انتي. ولك قولي عليه قولي عليه، اذا هو في البيت جوعنا بقى هلا بدنا نشبع. ولك يا ريته ما كان ذاك اليوم اللي تجوزته فيه. قولي عليه. خلصنا يوم امشي على النبي يا ابو حلال. صلي على النبي. خلاص يا شباب يلا حطونا يا سيره. يا سيدي الله يعين الناس. ترى قلبي على ام محمود لما سمعت اللي صار بالخان. هلا لازم يرضيها، لها حق بالنفقه. هدول اولاده يا حجي. يعني ما كان في فرصه يرجعوا يتفقوا؟ صعب يا حجي صعب. الحج محمد مواله مو من راسه. وانا هيك عم بقول. ايه سيدي، امبارح اجى سيد كمال وصلى العشاء عندي وفتحنا الموضوع اياه. اي موضوع؟ نعم. تعرف اللي صار وما حسنا نكمل اللي كنا ناويين عليه. لما انكمش الله لا يعيده. نعم شيخي نعم. ايش رايك نجي يوم الخميس بعد صلاة العشاء؟ يعني خير يا حاج عبد القادر، في شيء؟ لا ما في شيء، بس لازم اسال البنت، يعني خليني اتشاور معه. على حد علمي انتم متشاورين وخالصين، وكنا رح نكتب لو ما جرى اللي جرى. صحيح، بس هيك افضل. ايه ايش عليه؟ هذا من حقك يا حجي. الله يرضى عليك. اذا تشاوروا ورد لنا خبر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام. ايه ما بدك كل هالمشاورات؟ ايش عم نساوي نحن؟ بالبرلمان نحن ولا عم نالف وزاره؟ معه حق يا سيد كمال. خيو
أنا الفار بدي يلعب يعبي، المسألة فيها إينا. المعنى؟ المعنى إنه أنا خايف يكون بغيابي أبو عادل لعبان له شي لعبة. والله أنا الأمور ما بفهم فيها. خيو، الحاج عبد القادر لازم يغسل إيده تماما من أبو عادل. أنا رأيي تعطيه فرصة للحاج عبد القادر خليه يشاور. فرصة؟ إيه؟ بصير؟ نعطيه فرصة، خليه يشاور. أنا طول عمري ما شفت هيك وحدة. يا لطيف، اللي بيستحوا ماتوا. وإيش هالترباية يلي ربيت ولادها؟ ولك لا أكل مثل العالم ولا شربة مثل العالم ونجح معبي الدنيا. دي خلصينا من سيرته. عم بحكي صح إلا كذب؟ عم تحكي صح. ولك طلقه وما خلاص، بدها تجي لعنده على المحل حتى تساوي له تجريصة. إيه معقول الحكي؟ شوف هالبنت الإيش وعلمت ولادها كمان يضربوكن؟ إيه منين بده يحبها منين؟ بس أنا عملت لهم الواجب. أنت عملت لهم الواجب، بس أبوك كان لازم يأدبه. قلت لي خلصينا من هالسيرة. آخ ولك أبوك قلبه طيب، من الأصل ما كان لازمه هيك وحدة. بكرة بتشوف شلون بده يبوس لي إيدي ويقول لي تسلم إيديكي على هالجازة. كني ما بدك تنامي؟ يا كريم كريم وبتحكي الكريم يا رب. يلا يلا السيد كمال هون. تفضل شيخ علي تفضل. ساعدوا ساعدوا. ايه بدنا جوزك يا حب الله. الله كريم شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خذ هي لبعدين. ماشي. يا شيخ علي جيت بوقتك. في شي زلتي؟ هو في. قل لي شيخ علي على ايش مشتهي؟ والله يا اخي ان في صوتي كان ابو راهي مشي كانه في عزيمه. هو في انا ابو راهي صح. بدي اعمل لك عزيمه مطنطنه بس مو هلا بعد شوي. احكي التفاصيل. التفاصيل يا سيدي بقدر اقول لك انه فيها بكري الكردي وفرقته. الله اكبر الله اكبر. طول عمرك سيد يا سيد كمال. يا سيدي انا عاوزك بشغله مهمه. انا جاهز. ابو عادل ايش بوه؟ هذا صاحبك وبدي اياك تنصحه. انصحه بايش؟ يغسل ايده من بنت الحاج عبد القادر. وقل له مو كل من لبس برنيطة صار على الموضة. فهمت. هذا حقي أنا، لولا توقفت كنت داخل عليها هلأ، بس هو انتهز فرصة غيابي وصار يلعب بدنبه. هلا حد علمي طلب من أبوه قبلك يا سيد كمال. هذا حقي أنا اللي طلبته بالأول أنا وبس. والأفضل له أنه ينسحب بريحة طيبة. ايه دنيا حقا لكل ابناء الوطن. لا اله الا الله. وفي حفل اضواء المدينه لرعايه طلبه الجامعات. شغل اسمك شيخي. في بتمك حكي انطقه. سمعت بدل جديد سمعوني يا ابو عادل. ايش هو؟ ممكن من لبس برنيطة صار على الموضه. منو سمعك يا سيد كمال؟ غريبك. ايش قصده؟ قصده واضح وحكى كمان شيء اوضح. عبارة صريحة. عبارة صريحة؟ ايش هي؟ غسل ايدك من بنت الحاج عبد القادر، انسحب بريحة طيبة. لعمة هذا تهديد؟ نعم يا سيدي تهديد. يا سيدي ما بدي انسحب وخلي بلة البحر. شلوني؟ معقولة؟ متجنن يا عمو متجنن. أدخل؟ تفضل بس المد خجلاني شوي. معلش معلش. يلا تفضل. يلا رب يسر. تفضل عمو تفضل. يلا يا ساتر. هاي الأنسة صبحية. أهلا وسهلا بالأنسة صبحية، شرفتي. تفضلي تفضلي يا سيدي تفضلي. كنت عم بقول للأنسة صبحية انه اشتريت بيت جديد وفرشته من كله.
نعم. وانه ما ناقصكم شيء؟ اي نعم، واشتغلت برات كمان. اذا في نصيب ما لازم تطولوا. طبعا طبعا، ما في ضرورة. دقيقتين وبرجع. اللهم صل على النبي. ايش اسم الوالد؟ صبحي. عاشت الاسامي. وايش بيشتغل؟ نجار موبيليا. صنعة كويسة، كويسة ومربحة وما بتبطل. وعندك اخوة وخوات؟ ثلاث اخوة وثلاث خوات. ما شاء الله، ما شاء الله وكان، ما شاء الله. الله يخليكم لبعض. الله يسلمك. أهلين وسهلين، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضل عمو. يعطيك العافية. العادة ساكتين. الواحد بيحتار ايش بيحكي. اذا بصير نصيب رح اطق من الفرح. لا لا، ان شاء الله بيصير نصيب، ما في شك، ما في شك. يا ما الف مبروك، الف مبروك. انا ما بدي اتدخل بالقصة، بس اذا رادت سعاد نصيحتي تاخذ سيد كمان، على الاقل اسم ووجاهة. مو مثل هذا النسونجي ابو عادل. ما حدا نسونجي، هاي تهمة طلعوا عليه وإشاعة. يعني كل ما واحد طلع على مرة بيصير نسوانجي؟ بعدين هذا شغله هيك، بسوق النسوان عم يطلع. ولك يا ابني، هذا السيد كمان صاير له راسه برناص. لما رحت أسلم عليه وأهنيه بخروجه من الحبس، أخ لو كنت معي وتشوف هالناس اللي عنده أكبر كبار البلد. ويا أم أحمد، ما بتشوفي عنده بالمحل إلا الأكابر وأصحاب المصانع. ولما صارت مشكلته مع ماشط ريفيرا، لك حلوا له اياها وهو بارك بالحبس، اشتروها منه بافضل الاسعار. المهم خلصوه من المشكله وخلصوه من القماش وربحوا. لك صدقوني يا جماعه ربحوه. اي والله السيد كمان رجال له قيمته. يعني نحن نخسر هيك واحد ونرقد وراء ابو عادل اللي كل حيلته وفتيلته هالدكان بسوق النسوان؟ نحن بدنا واحد نحبه ونتفاهم معه. خيو أنا بكرهه للسيد كمال وسعاد ما بتطيقه، بقى شلنا بوجهته وقماشه وعالمه وخلقه. يعني هلا أبو عادل بنحب؟ إيه والله غادي أمينة لتحل غلاصتها على سعاد وتخليها تربي لأولادها. هي قالت لك هالشي؟ لا ما قالت، بس ليش رايحة جاية عم تخطب لجوزها طالما ما عندها النية هي؟ وبعدين شخص عم يقول لي إنه السيد كمال أسهمه مرتفعة بالحزب وبين التجار والعوائل، وعم بيقول لي كمان إنه الانتخابات الجاية راح يدخلها، يعني راح يصير نائب البرلمان. ومين عم يحكي هالحكي؟ شخص ما بتعرفه. معلوم، حزبه ما راح يلاقي واحد رجع اكثر منه. هلا منين جايب لنا هالكلمه هاي؟ رجعي ورجعي. يا ستي رجعي وستين رجعي، ولو ما كان عمل شيء ما كان حبسوه. يعني بتريدي جوز بنتك داخل طالع على الحبوس؟ بكره هن بيستلموا بحطوا هذوليك بالحبس، واضحه مثل عين الشمس. وهيك عم يصير بين الاحزاب، وبصير يتفقوا مثل الاول ويحكموا سوا. ومو غريب يصير هالشي لك ابني. لا خلاص صار طلاق بين الحزبين، وانتصروا جماعه محور مصر وسوريا والسعوديه على جناح حلف بغداد. ومين هدول محور سوريا ومصر والسعوديه؟ هاي الحكومه اللي عم تحكم، جماعه التجمع الوطني الديمقراطي القومي. انا رايحه انا ابو اتفقوا على واحد وخبروني. صباح الخير. وانت من اهله يا بنتي، الله يريح بالك. هي يا ابو بقى هي الشغله المهم اتركنا من السياسه، شغله بشربكه، خلينا نرجع لموضوعنا. والله انا رايي هذا ابو عادل هذا ممكن نتفق معه، يعني بحبنا وبنحبه. هلا عرفت انك قليل العقل يا ابني. ليش بقى؟ لك حدا بترك السيد كمال وبيروح لعند ابو عادل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاروق
وينه؟ لو ما بعزكن ما بعرض عليكن أول شيء. صار رخيص بس ما يكون إلا شيء مشكلة. ها أعوذ بالله سيد مقيم، أنا أخوك أبو يوسف. خلاص خلاص ترك لي الموضوع لشي يومين، أستاذ مراد ونعيم بالله دقيقة. لا يومين كتير، صاحب البضاعة ملحوق. خلاص قلنا لك لشي يومين، إن ما أجو أنا ببتها معك. إيه خلي المسطرة عندك. السلام عليكم. سلامة. يا الله أهلين يا أبو عاصف. سلامات. شلونك خاي؟ الحمد لله. أهلين وسهلين أبو عادل. الله يخليك. كل خير ما شاء الله. إيش هشفوا بي؟ الله يخليك يا رب. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك أبو عادل. شلونك سيد مقيم؟ سلامة. شلونك خاي؟ على راسي. وين الأستاذ مراد؟ بلادية والله ما رجع لسه؟ لسه خير إن شاء الله. شايفك مخفوق. آخ 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 صاحبك سيد كمال. إيش بو؟ بيعت لي خبر أحسن إيدي من بنت الحاج عبد القادر. قال إيش شو؟ أنسحب ريحة طيبة. أوف لا يا. إيه والله شايف له آحة. وأنت إيش مفكر تعمل؟ والله جاي أتشاور مع الأستاذ مراد. خيو أنا مصمم أتابع. هلا بلكي البنت بدها يعني إلي؟ أكيد في شي من هاد، وإلا ما كان بعت لك خبر تنسحب. ما هيك؟ أنا هيك عم بقول. تابع ولا يهمك. لك معلوم بدي أتابع، أصلاً أنا طلبت أقبل منه. تابع ونحن معك. بس وين الأستاذ مراد؟ لك بدي أفهم من أحمد بالضبط إيش صاير عندهم. تفضل. أهلا خالو. أهلا 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 أهلا. شلونك؟ تروح لعنانة؟ يلا لعنانة. أوه 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 شلون يا خيت؟ الحمد لله. انت شغلتي لي بالي. ها بدك تفسري لي كل شيء قوام بسرعه لانه عندي موعد مهم مستعجل. ليه زعلانه؟ ما في شيء. لك اختي وبعرفها، انت متغيره كثير وانا حاسس انك يأسانه ومانك مبسوطه وفي شيء ماني فهمانه. بقري لي ايش هو لاني مستعجل. صدقني ما في شيء. احكي احكي شو اللي غيرك؟ لك كنت بتاخدي العقل، كنت تعبري عن رأيك، مو مثل هلأ صارت الأمور عندك كلها مثل بعض. قال إشو اتفقوا على واحد وقلوا لي بيصير الحكي؟ إيش بدي أقول لك؟ لكان كنت غير هيك، كنت تناضلي ما بدك يعني ما بدك. مو أنت بدك أبو عادل؟ خلص أبو عادل مثل ما بدك. وأبوك بده السيد كمال كمان، أنا رايدة أزعله. اتفقوا على واحد وأنا مستعدة. هلا أنت اقتنعت بأبو عادل كرمالي؟ افترض هيك. يا أنا غيرت كلامي. شلون يعني؟ أنا سحبت كلامي، وإذا ما بدك قولي. أنا حسيت إنك يئستي من بعد موافقتي على أبو عادل، من بعد ما حكيت لك عنه وأنت تغيرتي. بس إذا غيرت كلامك شلون بدك تبرر موقفك قدام صديقك؟ منو صديقي؟ أستاذ مراد. هو صديق على راسي وعيني، بس هي حياتك، هذا مصيرك. بعدين هو مو معقول يقبل تاخدي واحد ما بدك اياه. انت انسان عظيم يا احمد. لك انا اخوك لخيت ايش بك؟ بس انا فعلا قررت اني هالقصه اللي بديت بعد وفاه سعيد. شلون؟ اتجوز. حلو، منو؟ ابو عادل، سيد كمال، كله مثل بعضه. كنت مفكرة أنه ممكن أحتى
احتمال ولو 10%. جيني شخص ثالث بيعجبني. كان عندي هيك أمل. مشان هيك كنت عم بناضل مثل نضالك. بس مثل أمل بالنسبة للجنة. كله حكي وأوهام. الله يخليك خير، لا تزعليني. أنا لما بسمع هالحكي بدي أجي أطوق وأنفجر. طول بالك أبو عبدو. خلص. إذا بدك تعيشي هيك أنا مستعد أدافع عنك وأحميكي. شيرينا من سيرة أبو عادل والسيد كمال، مثل ما بدك، ربي ابنك على مهلك، ولما بيجيكي واحد بوافي عقلك ومزاجك بتجوزيه وبلا هالحزن واليأس. ويا ترى مرة مثلي ممكن تتحمل هيك صدمات؟ شلون صدمات يعني؟ قصدي ضغوطات. لك حكي فاضي، اللي بده يضغط عليك حولي لعندي لخيط ايش بك؟ يلا سلام. خالتي. ايه رايحة السينما مع صديقك الأستاذ مراد؟ لا، عندي اجتماع لدعم جهود الحكومة في سبيل الوحدة الفورية مع مصر. الله يوفقك. لكن ايش صار بصديقك؟ مراد؟ ايه عنده شغل باللادية. يلا سلام. الحب أعظم هبة منحها رب العالمين للإنسان، والناس ما فيها تبني حياتها على الإكراه. أنا ما عم بقول إنه الإكراه ضروري، بس هيك عاداتنا وتقاليدنا. ومين قال إنه هيك عاداتنا وتقاليدنا؟ مين قال إنه عاداتنا وتقاليدنا بتخلي أب يجبر بنته تتزوج إنسان ما بتحبه؟ تفضل، الغرفة الثانية. شكراً. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا. مرحبا أستاذ. أهلا. معاملتك خالصة، بإمكانك تستلم الآلات. شكراً، يعطيكم العافية. يا هلا. شكراً. أهلاً. بس 90% من الجيزات في مجتمعنا بتصير بدون ما يعرف الزوج زوجته حتى ليلة الدخلة. وأنت موافق على هالشي؟ مو قصة موافق ولا لا، بس هيك الوضع. بس هذا غلط، خليه يشوفه وتشوفه، خليها تعرف مع مين بدها تعيش حياتها. على كل حال ما بيمر إلا وقت وبيتعرفوا على بعض وبيحبوا بعض. هذا مو دائماً صحيح. كيف؟ بيعيشوا مع بعض. ما نفس الشيء. لا، في فرق بين الحالتين. بضل في نسبة كبيرة من الرجال والنساء اللي بيعيشوا مع بعض بالإكراه، بتزوجوا بالإكراه وبيجيبوا أولاد بالإكراه وبيربوهم بالإكراه. طيب يا أخي، ليش الإنسان لحتى يعيش حياة بهالصعوبة هي؟ ليش حتى ما يعيش حياة قائمة على الحب؟ الإنسان بيعيش حياة واحدة، إذا ما عاش مع إنسانة بيحبها ومتفاهم معها بده يخسر حياته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. بدنا سيارات شحن لحلب إذا سمحت. شو في عندكم؟ 15 صندوق آلات نسيج. تكرم عينك، هات البيان وبكره الصبح بيوصلوك لحلب. لا، إذا بدي التحميل يصير بوجودي. أستاذ روح على حلب واطمح. لا الله يخليك يا خاي، بدي أحمله وأنا موجود. مثل ما بدك، بس هي الشغلة راحت لبكره. ايش عليه؟ نجي بكره الصبح. وهي البيان؟ يا سيدي والسيارات بكره الصبح بتكون جاهزة، وما راح نبدأ تحميل حتى تشوف. توكلنا على الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. كتر الله. أهلا وسهلا الشباب. الله معكم. خلاص استاذ، انت سافر وتوكل على الله، والسيارات بيوصلوك على العنوان لحلب. انا ما فكر امشي معهم. ما في ضروره استاذ، انت تيسر، لانه سيارات الحموله تمشي على مهلها. روح ارتاح وبكره الصبح بيكونوا مصفوفين عندك على العنوان. طيب ماشي الحال، خلينا نحن نسافر. ها ماشي، خليهم يديروا بالهم، ما بدي مشاكل. الله يخليك. لا عيونك استاذ، انا راح ابعت ابني معهم. شكرا كثير. تكرم عينك. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. يلا يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم. الله معكم شباب.
بتعرف؟ اشتقنا للخان ولمشاكله. يا ترى ايش صاير هني؟ انا من زمان ما غبت عنه هالغيبة. ها ايش ده يصير يعني؟ مشتاق لاخبار السيد كمال بعد ما طلع من السجن. قلتك بيرجع بيحكي بسعاد؟ اكيد. هذا انسان ما بيستسلم بسهولة يا امراد، بس ما حط شغلة بذهنه لازم ينفذها. اوخ الله يعينك يا ابو عادل. مسكين ما عليه الا مع السيد كمال. بس لازم نوقف معه حتى ما يقدر يستفرد فيه. اهلا وسهلا سيد كمال، تفضل استريح. الله يسلمك. يا رب. تشرب قهوه بالاول؟ لا خلي القهوه لبعدين، خلينا نشوف ولا محسن. لا ماشي الحال، دقيقه بس. تفضل. يا محسن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد كمال. يا اهلين ابو حسين، شلون صار صحته؟ الحمد لله. يعني ان شاء الله زال المرض؟ يعني مو 100% بس، لكن منقول الحمد لله. ايه الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلين يا ابني اهلين. استغفر الله استغفر الله، ما شاء الله ما شاء الله. لا صحتك احسن الحمد لله، ممتازة. ابقي بالنا عندك. الله يطمن بالك. تفضل استريح سيد كمان. مبروك ابني مبروك. يا رب. شلونك هلا؟ الحمد لله. ان شاء الله ما عم تحس بشيء. يعني شيء بسيط. السعلة خفت. المسكين ما كان يقدر ينام من السعلة. لك ابني بدك تغذية، ابقى اشرب لبن غنم. ما حبقصر. انه وين هالغيبة لك ابني؟ هيك تركت ومشيت؟ ايه ما بتعرف انه نحن منعزك ومنحبك؟ هيك زعلت لزكية؟ ايه انا لو بعرف انه بدي يجيني صهر يعمل معي هيك لكن تعطيته ولكن جوزتها بالمرة. بنتي عزيزة علي كتير اكتر مما بتتصور. خجلتني وسويت وجهي قدام الناس. لك ابني انا بعرف انه ما هان عليك انه ابوك يضربك قدام مرتك، مشان هيك تركت البيت وطلعت. انا بعرف السبب، طلع فيني. لو انا كنت محلك كنت سويت اكثر من هيك كمان. يا لك كان. لك خيو الشاب لما بيتجوز بصير رجال، ما بيهون عليه انه ينهان قدام مرته. يا ابو محسن يا ابو محسن انت غلطت لما مديت ايدك على ابنك. طبعا خاصه انه انه انه, إنه كمان عريس. يا خيو عصبني غصب عني، بعدين والله من محبتي له جوزته وامنت له كل طلباته وسجلت له نص الدكان باسمه، طب ايش بده اكثر من هيك؟ عصبني وغصب عني ضربته. ايه ما معك حق خيو، انا عم بقول لك ما معك حق. كل شيء الا كرامه الشاب. بعدين ايش قصتها هي الغجريه خيو؟ الغجريه؟ نعم الغجريه. زكيه حكت لي على كل شيء الا فكرك، يعني لازم تخبي علي. لا ما قصدي. شوف زكية بنت صريحة كتير وما بتخاف إلا من اللي خلقها. أنا لما شفتها بالبيت قلت له لك بنتي إيش عم تسوي أنت هون بيت أهلك وجوزك راح على بيته؟ قامت حكت لي على كل شيء. قال جنابك رحت تجوزت عليها. ولك أنت شلون تعمل هيك؟ ولك هجرت بيتك وتركت عروستك، ولك عروستك بنت العالم والناس، البنت المقدرة الكويسة الأكابرية، ورحت تجوزت غجرية. أنا وفضتك كنا بنحب بعض. نعم؟ ها بتحبوا بعض؟ ما شاء الله ما شاء الله. خيو ومين جبرك تتجوز بنتي؟ هيك صار. يعني ما بقبل أبدا تنهان كرامتي وكرامة بنتي، فهمت؟ كرامتك محفوظة يا سيد كمال. مالك شايف شو عم يحكي؟ انتبه لكلامك يا محسن. أنا ما قلت شيء. أرجوك أرجوك سيد كمال لا تحر حالك. أنا بنتي لازم تطلق فورا، فهمت؟ أعوذ بالله. اعتذر فورا ولا؟ اعتذر اعتذر يلا بعتذر. إيه شلون جوزتها لهي الغجرية؟ شلون يعني شلون جوزتها؟ يعني شلون جوزتها؟ يعني سويت واحد رحتوا على المحكمة سجلتوه بالمحكمة ولا جوزتها هيك على بياض؟ لا على بياض مو اثنين شهود.
اثنين شود. ايه انا بنتي ما بترجع الا لا تطلق هي الغجريه. عندك استعداد ولا لا؟ على ايش؟ خلص بطلقها. ابو محسن بدي اسمع الكلام منه هو. احكي ولا احكي؟ لا ما في عيونك احكي. طيب طيب اشي طيب اشي بسمعك احكي. بطلقها. انا تعبت شوي عن اذنكم. نروح ارتاح ابني ارتاح. تفضل سيد كمال تفضل استريح. اهلا وسهلا. ما في شيء ما في شيء. الحمد لله الله يبشرك بالخير. محسن راح يطلق الغجرية لأنه مضطر. أنتوا ضغطتوا عليه وأنا ضغطنا عليه؟ مين اللي قال أنه نحن ضغطنا عليه؟ هيك فهمت. أنا ما برجع إلا إذا هو عمل هيك من كل قلبه. هي لكان طبعا من كل قلبه. إيه أساسا أنا ما برضى يوم ما برجع إلا ليجي هو ياخدني طبعا بعد ما يكون طلقه. طبعا بده يجي هو ياخذك ويجي لهون شخصيا ويترجاكي بالاول. ايش نحن ناس بسيطين حتى يضحك علينا ولد صغير. تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل استريح. شكرا. اسمي الكريم. كمال. سيد كمال كيف ممكن اخدمك؟ استاذ انت ما بتعرفني ولا سمعت عني، بترجاك انك تسال عني بالمدينه. لا شك انه كل زبايني ناس كبار ومحترمين وانا بحرص على نوعيه زبايني. انا بحاجه لمحامي قدير. انا لمحتك عنا مره بالخان. خان؟ اي خان؟ خان حرير. مره شفتك جاي لعند هدول الاولاد نعيم واخوه. الأستاذ مراد وأقربائه من أحسن زبايني. إيش عم يعملوا؟ سمعت إنه عم يعملوا مصنع. نعم، أسسوا شركة وعم يبنوا مصنع. على كل حال هذا موضوع تاني. ممكن أعرف موضوعك؟ أنا موضوعي مرتبط بموضوع الأولاد. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أسس شركة وأعمل مصنع وأنت رح تكون المحامي تبعي. بدي أعرف كل التفاصيل عن مشروع هدول الأولاد. بس هاد بكلفك مبلغ مو قليل. حدد مبلغك. أنت فاجأتني. بدي فرصة أفكر. إيه؟ ما عندي مانع. خذ فرصة يومين. بس بدي أعرف كل شيء عن مشروع الأولاد. عقد التأسيس، رأس المال، تمويل، الآلات، كل شيء. أستاذ عدلي أنا واضح. أنا لما بقول كل شيء بقصد كل شيء. مفهوم؟ قول معي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زوجتي فضة بنت ربيعة ونوري. يا زوجتي فضة بنت ربيعة ونوري. لقد طلقتك. طلقتك طلاقا لا رجعة فيه. طلاقا. طلاقا لا رجعة فيه.